شجرة المورينجا أو كما يطلق عليها شجرة الحياة وشجرة الذهب والشجرة العجيبة، فهي تستحق كل هذه الأسماء كما يقولون لما لها من فوائد ومفعول غريب وعجيب في علاج الكثير من الأمراض، وهي من الأشجار المثمرة السريعة النمو والتي لا تحتاج إلى مجهود كبير في تربيتها، وتحوي ثمارها على بذور مجنحة في داخلها لب أبيض يستخدم مع أوراقها في العلاج. شجرة الحياة ويسموها شجرة الذهب ويسموها الشجرة العجيبة، فهي تستحق هذه الأسماء وأكثر من كذا لما لها من مفعول عجيب وغريب وممتاز جدا في علاج كثير من الأمراض، حيث أثبتت الدراسات أنها تعالج أكثر من 300 مرض، وأهمها مرض السكر اللي هو مرض العصر المنتشر حاليا في هذه الأيام بين المواطنين. يبحثوا عنها أصحاب السكر، يتهافتوا عليها ويبحثوا عنها في كل مكان، ولأنها مفيدة أحسن من العلاجات هذه الكيماوية، ومش مؤثرة أيضا، هي لها أيضا تذر لك البول أيضا، على ما سمعت من بعض اللي استخدموها حسنت لهم البول تمام حقهم، والحمد لله أنا استعملها الآن لأكثر يمكن من 8 شهور لحد الآن. الثمرة حقها قرن زي ما تشوف الآن، هذا الثمرة حقها، هاي الثمرة قرن يابس، لما تفكها تلاقي فيها بذور مجنحة 3 جوانح لكل بذرة، هذه تقر الجوانح وتقر القشرة الصلبة وتأكل البذرة من الداخل، يعني اللب الأبيض اللي داخل هذا، وسهلة جدا وعملية يعني، والطعم حقها يعني مقبول مش منفر، أو تأكل الورق حقها وهي الأسهل يعني اللي هي متوفرة طول العام، يعني الورق حقها تأكل كم ورقات كذا بعد كل وجبة مدة 2 إلى 3 شهور وينتهي كل اللي فيك وكأنما حصل عندك سكري أبدا يعني. يعود الموطن الأصلي لشجرة المورينجا إلى الهند، وعرفت هذه الشجرة في محافظة لحج منذ 50ينيات من القرن الماضي، ولم يكن أحد يعرف عن صفاتها العلاجية، وخلال 10 سنوات الأخيرة زاد انتشارها والإقبال عليها من قبل مرضى السكر الذين أكدوا تماثل الكثير ممن تداوى بها للشفاء. المورينجا هذه شجرة يعني كشفت فجأة في بعض المناطق منطقة الثعلب، وأنا استخدمتها لأني أنا مصاب بالسكر من الدرجة المتوسطة، والحمد لله استعملتها وكانت ما شاء الله نتائج ممتازة جدا. هي علاج فعال وناجع للسكري أفضل من أي علاج من علاجات الصيدليات، العلاج الكيماوي، لأن العلاج الكيماوي عبارة عن مسكنات، لكن هذه تخلصك من مرض السكري نهائيا. تعالج حوالي 300 مرض من هذه الأمراض، مرض سرطان الجلد، مرض السكري، أمراض الحميات. تنفع المفايد لها لعدة أمراض اللي هو سكر والسرطان وضغط الدم وارتفاع وجع البطن والماغص، وعدة أمراض يعني تكون تسحق أو تتفور في الماء أو تيبس وتبتع على يعني السواق عن الأعشاب. كثير كثير استفادوا ناس كذا، يقول الآن لحد الآن أقرب ناس يقول من داخل العاصمة لها إلى عندنا في المقبرة حق الثعلب يشلوا منها أوراق وذا. تأكيد الكثيرين للفوائد العلاجية لهذه الشجرة والإقبال الكبير على طلبها يستدعي تكاتف وتعاون الجميع في العمل على نشر زراعة هذه الشجرة العجيبة، وهي دعوة أيضا للجهات المعنية لعمل بحوث ودراسات حول الفوائد الطبية لهذه الشجرة في علاج الأمراض وخاصة مرضى السكر لتعم الفائدة للجميع.